السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنك رايدا. مرحبا لالا فاطمة. أهلا وسهلا. شي مزيان. أكرمك الله لالا. فرحانة بزاف لأن شفتي الخط. عرفتي شحال وأنا كنحاول. الحمد لله مادام ربي استجب لي هذه إلا والله كل نهار كندعي أن ربي سبحانه وتعالى أنه يشد لي الخط. اسمحي لنا بنتي فاطمة الله يعلي مقامك. ماشي مشكل عمي. بغيت نسولك واحد السؤال المهم عندي بزاف ولكن نسولك هذا الأولاني. عندي واحد ختي من با. نعم. وكان مجوج قبل ماما وطلق وعندي اختي. إيه. وقع واحد سوء تفاهم بين با وداك اختي. نعم. وبقى لنا ما بقاش تمشيو عندها هسختها الرضا إلا مشيتو عندها. نعم. دابا ما كنعرفوش شنو غندير واش نربيو با أو لم يعني صلة الرحم هي كما كان الحال كتبقى ختنا. نعم. ورافض رافض رافض أن احنا نمشيو لعندها. كيقول لي قلت له أنت تحمل المسؤولية ديال هادشي. قال لي قلت له غدا قدام الله سبحانه وتعالى راه غنكون أنت اللي قطعتي الرحم ديالنا. يقول لي اه المهم الا مشيتو عنده عندها انتم مساخير اللي يعرفها ما يعرفنيش لا اله الا الله ولا اخره. نعم لا ما عرفناش شنو غادي نديرو واش نمشي واش ما نمشي واش ما عرفناش شنو غادي نديرو. واخا لالا فاطمه عندي واحد الوالده مريضه ما كرهتكش تدعي معاها. يا رب. مريضه فيها سياتيك فيها القلب فيها الطونسيو فيها كل شيء. الله اكبر. واحد النهار كنت انا دخلت يوتيوب ولقيتك كتهضري على واحد الراجل حق ما عرفتش من وقيلا قديم هادشي شي راجل كيشوف سياسيك. أيه فعلا. هذا راجل باقي ولا ما عندك شي معلومه عليه باقي ولا لا؟ تخربنا انا عرفته بهذه شي سنتين لست ادري هل باقي موسين راه يتجاوز ال 100 سنه عنده واحد البركه. نعم. فاطمه انقطع الخط معذره. ساجيبك ان شاء الله باختصار. لا فاطمه بالنسبه لصله الرحم ماشي احنا اللي اختاريناها، ربي اللي اختارها. شتي الاصدقاء ديالك والجيران ديالك وزملائك في العمل انت كتختارهم، ولكن صلة الرحيم الارحام ماشي احنا اللي اختاريناهم، بل الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارهم لنا. فوالدينا ولادنا اخوتنا اخواتاتنا اعمامنا وعماتنا ولاد عماتنا ولاد خالاتنا دو كلهم الرحيم الذين يتوارثون كيتسموا كلهم الرحيم. كل من يرثك هو رحيمك. فهؤلاء لسنا نحن اللي اخترناهم، بل الله تعالى هو اللي اختارهم لنا، وبالتالي علينا أن نصلهم مهما يقع مهما يقع، حتى ولو كانوا هما مسيئين لوجه الله وإكراما لله كنبقى وصلهم. وصلة الرحم لما كتطلق بعدها كتطلق على اللي كيقطعها، ليس أن تصل من وصلك ولكن أن تصل من قطعك. هذه هي صلة الرحم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصل من قطعك. أما إذا كنت تصل من وصلك فأي فضل لك، أنت كتدي مجاملة ومجاملة عندك مجاملة، لكن صلة الرحيم تتحقق حينما يقطعك أحدهم. الوالد ديالك أبنتي ما نعتبروش حكم شرعي، هذيك حالة نفسية. الوالد غضبان، الوالد عنده موقف من بنته فاتخذ هذا الموقف. قال الآباء والأمهات كتجي واحد اللحظة ديال الغضب كيقولها السخط الرضا ما ندوش عليهم، نحاولوا ما امكن غنستعملوا معهم الاسلوب الدبلوماسي مع الوالد. غنقول له صافا الوالد انا ديك اختي ما غنتكلم معها ما غندوي معها، وكنرضيه كنخليك يعيش ديك الرضا، ولكن انا في حقيقه امري اختي راني معاها ناكل معاها ونشرب معاها ونسول فيها دوما وابدا، واكراما له بلا ما نخلق لي الشنآن نخلق لي العصب نقول لي راني مشتاش، ولا قدر الله اكتشف نقول يلا مشيت عندها يلا درت كذا. هذا من باب تطيب الخواطر، هذا كيتسمى جبر الخواطر. من ارفع اعمال البر عند الله تعالى ارفعها عند الله هي جبر الخواطر. هذا عنده خاطر مكسره واختكم تاهي مسكينه خاطره مكسره، شكون اللي غيجبر بخاطر هذا وخاطر هذا؟ حتى ولو وقع لك اضطرار احيانا انك تكذب كذبه بيضاء، قال لك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعده كذبا، الاصلاح بين المتخاصمين والحرب خدعه. هذا كلها كتسمى ماشي كذب، لأنك الغاية من ذلك هي جبر الخواطر وجمع الشمل. الوالدة بنتي فاطمة الله يشافيها ويعافيها، هذاك السيد اللي كنت قلتو شحال هذه سنتين، واحد الرجل اسمه العقبي رجل مسن عاصر
ثلاث ملوك كان مع محمد الخامس رحمه الله ومع الحسن الثاني رحمه الله ولا زال الى يومنا هذا تجاوز المئة سنه. رجل عادي ما عنده حتى شي سر من الاسرار سوى انه كان قنوع وراض وكان كيمرض وكيشد الفراش وكيبقى يصلي على النبي. سولته واحد النهار قلت له هذه الكرامه كيفاش جاتك؟ قال لي بقيت كنصلي على النبي كنصلي على النبي وكنت فقير وما عنديش ويبان لي سيدنا النبي في المنام ويمس لي يدي قال لي هذه البركه داوي بها الناس. فولا كيحط يده على الانسان اللي عنده سياتيك وكيخرجوا بحال الغيزو. شفتوا كيفاش كيستعملها بالاصابع ديالو بحال الغيزو. اكيد ان البعض يقول هذا احتيال هذا، ولكن تتبعته بمنهج علمي ولاحظت ذلك عن كتب فتبين فعلا انني كتسمى كرامه. بعض الناس كيعطيهم الله كرامات، كاين الخداع موجودين ولكن كاين ايضا الكرامات اعطاني الله تعالى، وهذيك الكرامه كتكون عنده قبل العصر غير كي يودل العصر وخرج عنده وتعطيه اللي عطيتيه يقول لك ما كاين شيء، هي قبل العصر. ورجل غير بسيط جدا في واحد البراكه في واحد المنطقه جيت مديونه احدى مرشيش دوار مرشيش معروف اسمه العقدي، لست ادري منذ سنتين زرته ولاحظت ذلك، ولما ذكرتها في المذياع وقع عليه نفوذ كبير، ليس هذا عمل اشهاري وانما خير من الخير، وكان خير عظيم حتى ان القيد ديال المنطقه كنعرفوا قال لي بسببه وبفضله الجماعه عبدت لهم الطريق، كان طريق قرويه عبدت الطريق وداروا محلات تجاريه باش الناس ياكلوا ويشربوا ويستراحوا، وحركه النقل اصبحت هنالك سريعه، جو كانوا غير الكرويلات ولا الطاكسيات، وخير عام على الجميع، ليست مقوله اشهاريه وانما ارشاد لفعل الخير. كاين الكرامه وكاين البركه، واللي كيصلي على النبي الكريم راه يقدر يحصل على البركه من عند الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كدير عندك قريبين؟ الله يبارك فيك بنتي. عواشرك مبروكه. اكرمك الله. السلامة صحيحة. نحمد ربي ونشكره لله. بغيت نسولك واحد جوج اسئلة الله يخليك. يا اهلا وسهلا. نسولك على واحد الحاجة، انني سميتو واحد النهار اني تخاصمت مع واحد الانسانة كانت قريبة مني بزاف. ايه. درت معاها الخير. وجرحاتني. نعم. وجرحاتني وجاني انهيار عصبي. الله الله الله. وليت كان دابا وليت كنتخاصم مع دار راجلي وليت كنتخاصم معاهم بزاف. لا اله الا الله. وما بقيتش مرتاحه، وليت كل الاخر ديال الشهر كيجيني انهيار داك كيجيني داك الانهيار العصبي. الله اكبر، الله يشافيك لاله. كنولي نتخاصم معاهم. أنا كنت واحد الإنسان مزيان، وكنت واحد الإنسان اللي كنت سامحت بزاف. لا إله إلا الله. هذيك الإنسانة جرحاتني، دابا ما بقيتش لقيت راحتي في صحتي، ضعت في صحتي، ضعت في كل شيء. الله يشافيك ويعافيك يا رب. أنا الحمد لله تحت صاحب عائلة مزيانة، ولكن هذيك الإنسانة ملي دخلت لعائلتنا درت معاها الخير، لأنني درتها أختي ودرت معاها الخير، في الآخر جرحتني، ما تقبلتش هذاك الجرح اللي جرحتني. لا اله الا الله، الله يفرج عليك لاله. امين يا ربي، امين، ربي يخليك. حافظك. بغيت نسولك على سؤال اخر على نعم. الصلاه. ايه. انا كنصلي وكنقطع الصلاه. نعم. ايه لاله. يا رب. وكنبغي نمشي للتراوح ما كان ما عنديش الوقت، يعني انا هي المسؤوله اللي في الدار خاصني نقوم بكل شيء، وكنبغي نصلي ولكن ما كنقدرش يعني نمشي للتراوح. كنتمنى انني نمشي للتراوح. يا رب يا رب باذن الله. لاله ام فاطمه الزهراء الله يحفظك لاله. انا ما قارياش وكنتمنى انني نمشي نسمع القران ونخلي مع الناس. لا اله الا الله، الله يحفظك ان شاء الله باذن الله، ربي غادي يوفقك لاله ام فاطمه الزهراء. ساجيبك ان شاء الله، الوقت عندنا ضيق يغالبنا. ام فاطمه الزهراء انت الحمد لله كانك اوشكت ان تدركي طريقك. المشكل اللي عندك هو انك عندك احساس مرهف من اللي وقع لك شنآن وخصام مع هذه السيده وسط العائله، وقع لك انهيار عصبي. علاش وقع لك انهيار عصبي؟ لان الجهاز المناعه النفسي عندك ضعيف. لكن الناس اللي وقع لهم مشاكل كبرى كاين اللي عندهم براكين وفيضانات وزلازل ما كيوقع له والو. علاش؟ اعصابه من حديد. لماذا؟ لان جهاز المناعه النفسي عنده قوي جدا. اذا المشكله الاولى عندك لاله فاطمه ام فاطمه الزهراء هي خصك تبني جهاز المناعة النفسي. كيف أبنيه؟ كاين طرق كثيرة يعلمها الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع
وسيكولوجيا وغير ذلك، ولكن في ديننا الإسلامي القضية سهلة مهلة. الجهاز المناعة النفسي يتقوى بذكر الله. ذكر الله سسون دي فيتامين، ذكر الله هو فيتامينات. لما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على الحبيب الشفيع النذير، هذا ذكر هو فيتامين وقوي جهاز مناعة النفسية. كان شعر بأنني قوي، على قدر ما استكثرت منه أتقوى. لهذا ربنا عز وجل قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، على قدر ما أكثرت منه أتقوى. مشد في لا مرض، مشد في لا عين، لا سحر، لا عكوسات، لا موانع، لا حظ تعيس، ولا شي واحد يحقرك ولا يقدر يأديك أبدا. يقول لك لكثرت من ذكر الله تعالى دائما رأيتك مرفوعة وكلمتك مسموعة وجيبك عمر ما يخوى. غير تكثر من ذكر الله تعالى، خاصك لالا فاطمة أم فاطمة الزهراء كثري من ذكر الله. والعلاقة مع الناس حاولي ما أمكن أنك ما تنتبهش بزاف، شوية ديال المبالاة مهمة، كتخلي الإنسان أنه ما كيبقاش دائما يتعصب، يسمع كلمة علاش قالوا لي هذا الموقف. انساي انساي، كل ليلة غادي نفض جلابيتي وغنعاود الكونتور أزيغو، وغدا في الصباح الباكر كتشرق الشمس يوم جديد، وغنسى اللي تخاصمت معاه. ما تخاصمناش، ما وقع حتى شي حاجة. واخا يبغي يقول لك سمح، قول لي راه مسامحك دنيا وآخرة. غتحس بأن جهاز المناعة عندك غيزيد قوة في قوة. ثم الصلاة، قلتي لالا أم فاطمة الزهراء بأنك الصلاة كتعكزي عليها كتقطعيها، راه من هنا دخلك العجز ودخلك المرض ودخلك النقص. الصلاة راه ماشي فقط عبادة بين العبد وربه، الصلاة هي واحد النعمة عظيمة جدا، هي كتعطينا القوة، فيها المدد المدد المدد. الصلاة كتعطينا الهبة، الصلاة كتعطينا السعادة، الصلاة كتعطينا انشراح النفس، وخصوصا التراويح. لما تسمى تراويح؟ فيها الراحة. اللي بغى يقلب على الراحة يمشي لتراويح رمضان. وإن شاء الله تعالى أم فاطمة الزهراء ربي غادي يحفظك ويرعاك إلا حفظتي على الأذكار. اعتبري هذه وصفة طبية، حافظ على الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وخير الذكر هو القرآن الكريم، لكن اللي ما قاريش القرآن يكثر من ذكر الله من التسبيح. ثم يحافظ على الصلاة، من اللي يجيك التعب وإبليس يطبطك قل أرحنا بها يا بلال، ونوض نصلي ونمشي للتراويح، وفي الصباح في الليل بعدا ندير السماح الكامل، والصباح نبدأ صفحة جديدة، وغتلقي بأنك بخير وعلى خير، عندك علاقات اجتماعية كبيرة مع الناس، محبوبة ومرضية ومهدية. الله يكمل لك الرجاء ويسعد أيامك. الوقت أدركنا، أسأل الله الكريم أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا صيام رمضان وقيام لياليه، ووفقنا لختم القرآن مرات متعددة، ووفقنا للصدقة والمواساة مع الفقراء والمساكين، ووفقنا لصلة الرحم، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.